وسلم وبارك عليهم فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام من مطالب والمرام نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام وهزار الأنس غنى وسجعكم للحمام وسجعكم للحمام يا لك الله ما شربنا من صفا ذاك المدامي ودعينا فأجابنا وعواذيل نانيامي وحواذيل نانيامي واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام وهنالك من مقام حضرة فيها عرفنا سر تصريف الكلام سرها يشرح معنا ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام الله 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 يا ربي يا خير المنعمين.
صلى على النبي محمد اللهم صل عليه.